على اخر حلقه شكله حستخدمها استخدامات اخرى. ايش تلمح؟ ما لمح شيء. يلا تعالي نبدايك. بدايه تجربتي هايك في فوهة بركان. الهايك هو نوع اخر من التامل تقدر تركز فيه على حركتك، على نفسك، على الاشياء اللي معاك، على المناظر اللي حوالينك، واحلى شيء فيها انك قاعد تقوي جسدك بنفس الوقت. طول ما احنا ماشيين عشان نوصل لفوهة البركان قاعدين نشوف لون الارض قاعد يتغير من رمادي للاسود لحد ما صار كل شيء اسود في اسود. تكوين صخري عجيب. طبعا احنا ماشيين بدأت تختلف حولنا حجار البركان، وهذا البركان غريب حجارته مره صغيره مفتفته، في احجار بالوان بنفسجيه احس لو انفحصت حتكون غاليه. لما الواحد يمشي ويتعب واخر شيء يلاقي كنز يروح كل التعب اكيد، بس وش الكنز اللي لقيناه؟ في شيء غريب هنا، مين حيكتشفه؟ شيء غريب يلا من عند دقة ملاحظة. لا احنا هنا محيطنا الحجرة هذه، من عند دقة ملاحظة ويكتشفه. في ابريق شاهي جوا. لا لا لا، مش ياقوت ولا مرجان ولا ذهب، شيء اقوى منهم كلهم، مصباح علاء الدين اللي راح يجيب لنا الاشياء هذه كلها. ولا في جني ولا شيء، لا هذا الجني ما فيه. ما طلع لنا. بدينا بالاساطير. شبيك لبيك، أمنيتك بين إيديك. أقول إنه يمكن أمنيتي تحققت، إنه نطلع الفضاء وصرنا أصلاً كأننا في الفضاء. فعلاً عالم بدلة فضاء. صح. نقصتنا بدلة فضاء بس. يقول لي بدر وكان حكينا إنه هذا المكان لقى فيه هذه الأدوات، ما يعرف هي لمين ولا يعرف متى حطت، ولكن من هو صغير تاركها مكانها، كل ما يجي أحد يوريه ويرجعها. ممكن يجوا ناس بعد كذا يدرسوا ويصلحوا دراسات أكثر، أكيد حيلاقوها. حيلاقوا أشياء أكثر ممكن. باي مكان بكر غير مستكشف يعني. صحيح. تماماً. مكان جديد. عشان كذا مهم أن نترك الأغراض مكانها. تمنينا أمنياتنا ورجعنا مكانه وسدينا الحفرة. الحين حنتجه للتل هناك. إحنا ماشيين بين الحرات بدأنا نتسلق أحد الجبال، تحاولنا نتسلق على طريقة الجمل اللي هو ما تطلع زي كذا، تطلع مكان أطلعه كذا. المناظر الجديدة اللي تشوفها داخل الحرة وانت تمشي هايك لأنها مختلفة، انت قاعد فعلياً تفكر بولا شيء. الحمد لله على السلامة شباب. الله يسلمك. احنا الحين فعلا نقطة. يا سلام، حلو 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 الهايك لما توصل للنقطة، نقطة النهاية. تعبتوا يا شباب؟ اي والله تعبني. شوف تسوي نفسها ما تعبت يعني. انا متعودة على الهايك دائماً ما أتعب. لا صراحة المكان مرة حلو. حس المكان يبي له تأمل يا شباب، لأن هذا المنظر اللي قدامك ما هو ممل، ما هو شيء متكرر، مخك ما يقدر يروح لبعيد، بس يقدر يتأمل اللي قدامه الحين.